مرحبا بك جعفر في الأيقونة الثقافية. يعيش بارك الله فيك جعفر. اليوم نعيش دورة سادسة نسكافيه كوميدي شو، حلمة جديدة تتحقق لواحد من المتبرعين الأربعة. كيفاش عاش تجربة جعفر القاسمي من أول ما بدأ الكاستينج اليوم الختام؟ والله مع حاجة تفرح وحاجة هكا إيموسيونيل برشا. سنة سيزون الأخرى معناتها السنة نودوا على سكافي كوميدي شو، معناتها بأحلامها بآمالها بطموحاتها درناها شتيها الليلة. برشا شبيبة جراو ولا أحلامهم فهمتني، ولا ما لقاوش نسكافي ولات تجي على أحلام الشباب، ولات تسعى أن تحقق أحلام الشباب. سان كونديدا معناتها وصلوا فينا عملوا المنشور حصيلة ماهيش سهلة فهمتني. تقريبا ثم أكثر من 40 مشارك في سكافي كوميدي شو، تويكا متألقين في عدد الميادين عفوا في الراديو في التلفزة في الكتابة للبرامج التلفزية في السيناريوهات في التنشيط في التمثيل فهمتني. لقاو ثنيتهم بعد حاجة تعمل ستاتيستيك كيف الحقيقة. فرحانين برشا بالتجربة هذه، إن شاء الله في قادم الأيام فهمتني نلتقي في مشروع كبير برشا مع إسكيل اللي بالمناسبة نحييهم ونحيي إسكيل، نحيي نسكافيه على المشروع الرائد هذايا اللي خرج لنا برشا شباب للبر. جعفر في إحدى الدورات كرمت سفيان الشاعري، نجمو اليوم نكرمو يكون عند فكرة عن جعفر باش يكرم دوم تكريم لشخص معين؟ والله سفيان الشاعري الحقيقة يستحق، الله يرحمه ينعمو، ضحك الملايين وأسعد الملايين. نصر الدين مختار زاد في دورة أخرى يعني قاع تكريم معناتها أقل واجب هذايا ولا محالة، تكريم الحي من ولا أهم. كرمنا سفيان الشاعري وهو حي، كان كرمنا نصر الدين مختار وهو حي، إن شاء الله ربي يرحمه برحمته واسعة فهمتني. وقت اللي نشوف الشبيبة سيرسير ونشوف الجمهور رغم الكورونا ورغم البلاغ والستريس واليأس وحالات الإحباط والحرقة والإبطال وكذا، شارين مازالوا شادين في الحلم نتاعهم وفي الامل نتاعهم. يقول لي هذا اكبر تكريم للناس هذوما. انا نحب نكرم اليوم اي انسان تعدى بالباركور نتاع نسكافيه كوميدي شو، نحب نكرم لي جون اللي ما يأسوش اللي يدخلوا البلاد. جعفر بدايه من اول دوره لبنى الزديري مرورا بالكشباتي بالطياري عم ناول احمد العجيمي، يعني الاسامي هذه جعفر كيفاش شافها في المسيرة نتاعها بعد نسكافيه كوميدي شو؟ محمد علي التونسي، محمد علي التونسي طياري، أحمد العجيمي، لبنى، يعني كل في الحقيقة نسكافيه والنوعية نتاع البرامج هذه والنوعية نتاع الكاستينج هذايا ما يعطيكش باب النجاح، ما يعطيكش مفاتيح النجاح، يعطيك مفتاح وانت قدام برشا لبان، يعطيك نفس وانت نفس ليش تعمل بيه ليش تصنع بيه، يعطيك يعرف بيك. مثلا انا تبش نعرف بيك نجيب هنا في قاعدة كذا ونعرف بيك الناس فهمتني، حطيت في اطار لاعب باش نعرف بيك برشا ناس مهمين في المجتمع، نعرف بيك التوانسه الكل يعرفوك واليوم. وقتها انت كيفاش تتعامل مع الناس هذوك؟ وقتها ثقافتك وتربيتك وهل انت حامل المشروع ولا لا؟ فهمتني ولا هذيك الاليات الكل تدخل في اطار المناظره. اما احنا نعطيه مفتاح اللي جون هذوما باش يكونوا معناتها في اريحيه باش يخدموا على بعد. بعد نسكافيه كوميدي شو اللي فيناليست السنه الخمسه اللي تعداو، جعفر شافهم قدموا قعدوا في بلايصهم تطوروا تطوروش؟ لا تطور حاصل، دونك هما تويكا قاعدين يخدموا على تطور حاصل، قاعدين يشتغلوا، قاعدين ينجحوا، قاعدين يغلطوا، فهمتني ولا قاعدين يفشلوا، وهذا في حد ذاته مهم، انك باش تنجح لازم تمر بمراحل نتاع فشل، ما ينجمش يكون ناجح على طول المدى، فهمتني ولا كل واحد هز تقنيين، الحلم نتاعهم كبرت، ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله الاجيال القادمه كما كنت نحكي لك معناتها يشدوا صحيح في احلامهم، مش بالضروره كان في التمثيل، في الفن، التنشيط، في التنشيط، يعني في الكورة في الرياضة بصفة عامة، حتى كان عندهم أحلام سياسية، حتى شوف في حلم تكون حتى تكون حلمة بسيطة رأيك تكبر.
جعفر أكيد ما زالت هناك العديد من المواهب المغمورة، نجم نلقاو شركات أخرى كيما نسكافيه كوميدي شو، كيما عمل جعفر القاسمي مع نسكافيه، نجم نلقاو شركات أخرى تنجم تطلع لنا المواهب المغمورة دي في البلاد التونسية كل. علاش عندنا النقص في الحد؟ احنا فرحنا كي لقينا شركة بريفي دعم المواهب هذه واختارت جعفر القاسمي من الأسماء اللي في تونس، اللي جعفر معروف إنه يدعم إنه يشجع. علاش كلامك كلامك نتبناه هذا هو جميع المؤسسات والشركات الاقتصادية، لأنه يعني في نوعية التبني هذا فهمني ولا لا، نجموا بعده شلالنا برشا برشا حاجات، أنواع المخدرات والإرهاب برشا برشا تفاصيل، برشا ناس تضحك تقول نقاوم الإرهاب بالثقافة ولا نقاوم المخدرات بالثقافة. فعلا بالثقافة بالفن بدور الثقافة بدور الشباب بالرياضة، وكل يلقى منتجع يلقى حاجة يهرب لها يلقى حاجة ينتمي لها، فهمتني أحلامه معناتها كي تكون في المهن كذا وما عادش يحس بالانتماء لحتى شيء واللي يخوف الجو. دونك إن شاء الله المؤسسات تنسى شباب سنوات، أنا موجود وفي الحقيقة نخمم في عديد المشاريع الأخرى سواء مع شركات سواء مشاريع شخصية في نفس التوجه والنسق، خاطر حرام بعد 6 سنوات يعني بالكاستين وجبنا البلاد بالذات البلدان التطوير انه بدات عند المرحله هذه، ميرسي مره اخرى نسكافيه، ميرسي نسلي اللي وصلت للمرحله هذه، والقادم ان شاء الله احنا باش نكونوا ان شاء الله. جعفر كيفاش يشوف المشهد الثقافي اليوم؟ المشهد الثقافي هو نفس المشهد الوطني، تسود الكورونا، تسود الغربيه، تسود مش حاجة واضحة، فلو، إيميسيون فلو، ما تنجمش تقيم، ما تنجمش تحسب قدام كذا، نحكي كورونا على شيء معناها، السياسة الثقافية في البلاد الحقيقة مش واضحة، ما ثماش مراهنة على الثقافة، ما ثماش مراهنة على الفن. مغيبة تماما. مغيبة تماما يعني، ما شفتش سياسيين، فهمتني ولا يستدعوا في فنانين ولا ممثلين ولا يعني أدباء ولا دي باندر ولا راقصين وكذا. يستشيروا في الشأن العام حاجة يندرج جميل، والحكومة الفنانين من أكثر الناس يعرفوا الوطن ويعرفوا البلاد، يعرفوا شو يصير في البلاد باختلافاتهم بين سوء، دونك فلو الحقيقة إن شاء الله ربي يرجع للمسرح. جعفر القاسمي هل سيعود للمسرح بعد الشمع؟ والله كبير يسألني بعد الشمع معناتها الحقيقة أنا مشتاق لجعفر المخرج اللي عمل شمعة وعمل إن شاء الله اللي عمل حقائب اللي خذ جايزة أحسن عمل تذكرة معنا وصحة تجي أو واحد منا اللي عمل مراشد وفي ورق وأنا بالكونترباس، يعني نوعية الأعمال اللي نحددها ونرتاحها. أنت تعرف اللي كون في الكلوتور نتاع الناس كيفاش نشوف كل مرة نحضر سبيكتاكل نشوف جعفر في ال كذا، فهمتني تقول علاش يكون سبكتاكل كبير بالكيفية هذي، معناتها فيه قراءة، فيه تكتور على مستوى الإضاءة، على مستوى السينوغرافيا، على مستوى الحركة، على مستوى الإيقاع، على مستوى الكوريغرافيا، على مستوى المعنى، فهمتني العام والخاص، الظاهر والباطن، يعني فما اشتغال كبير، إن شاء الله إن شاء الله يعني خلينا نقولوا الدودة العجيبة التي تكمن بذوات الناس اللي يمارسوا في الفن وخاصة في الإخراج ما تموتش. الحقيقة نخمم في مشروع آخر إن شاء الله في قادم الأيام كمخرج. ريبولوت. ريبولوت تظلم في وقت ريبولوت نجح وتظلم قدرة ربي هذيك كورونا وكذا، ولكن فيلم أعتقد أنه من أحسن الأفلام التونسية. في المشهد الإعلامي فما جديد لجعفر؟ إن شاء الله إن شاء الله، صفي قلبك على الحوار التونسي ديكا ديكا على جوهرة اف ام من 10 إلى نص النهار، بصدد إعداد برنامج كبير برشا في الحوار التونسي، برنامج تنشيطي إن شاء الله في قادم الأيام نعرضوا على البرنامج هذا إن شاء الله. الدراما والسينما؟ ما لحد الآن ما فماش شيء. بالتوفيق جعفر القاسمي. عايشك. ميرسي.